أخي الحبيب، إياك أن تيأس من روح الله تبارك وتعالى، إياك أن تظن أن الله لا يستجيب دعائك، إياك أن يصيبك الحزن أو القلق أو الاكتئاب. الله تبارك وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا أمر من الله أخي الحبيب، يأمرك أن تدعوه. الله يحب العبد الذي يدعوه ويكثر من الدعاء ويلح بالدعاء، وسوف تجد الإجابة إن شاء الله. هناك آية عظيمة أنا أود أن أتأملها دائما، فيها بشرى للعاصين، للمذنبين، لكل من كثرت ذنوبه ولا يعلم ماذا يفعل، لكل من ضاقت عليه الدنيا بما رحبت ولا يعلم ماذا يفعل. احفظوا هذه الآية رجاء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله أيها الأحبة، هذه الآية مليئة بالرحمة، تدل على أن الله رحيم، ليس كما يقول الملحدون إن الله خلق الناس ليعذبهم أو أن الله غير موجود. الله يريد منك شيئا واحدا فقط، أن تثق به، أن تعترف به أولا أنه هو رب الكون، وأن تثق بهذا الإله الرحيم، وسوف وأن تدعوه وأن لا تيأس منه. لا تقنطوا من رحمة الله. تأتيني أسئلة كثيرة أيها الأحبة لأناس امتلأت حياتهم بالمعاصي، إنسان أدمن على الأفلام الإباحية، إنسان أدمن على ما يسمى بالعادة السرية وغير ذلك. هذه الأعمال أيها الأحبة يغفرها الله ولو كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر يغفرها الله لك، بشرط أن تثق بالله وأن تعتقد أن هذا الإله قادر أن يشفيك ويرزقك ويعافيك ويرفعك ويغفر لك ويحفظك. لذلك أحبتي في الله، هذه الآية أنا أعتبرها من المبشرات، آية تبشرني وتبشرك وتبشر كل إنسان عاصي أن هناك إلها رحيما يغفر الذنوب جميعا مهما كانت ذنوبك. والله لو أنك ارتكبت ذنوبا بعدد حبات الرمل يغفرها الله لك ولا يبالي، ولكن بشرط أن تتوجه بقلب صادق إلى هذا الإله الرحيم وتقول: يا رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويتوب علينا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.